التقى ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح وزير الخارجية بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة اليوم في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير والوفد المرافق إلى العاصمة الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة الذي ستنطلق أعماله يوم غد. وتناول اللقاء مجمل علاقات الأخوة المتينة والوثيقة التي تربط دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة وبحث سبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما تم بحث أبرز المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة.